كيف اللفة اللي عطيتوا اياها؟ هذا امير هي لفة لفة شاورما مو لفة ما عندي بتاع خلص راحت اخير ما عرفت اخوي جامدي قاعدة معنا يا اخي ليه الفيديوهات بيجوا مغبشات ومش واضحات؟ انا فيديوهات مثلا انت بتنزل فيديوهات على اليوتيوب مش واضحات وانا بس اسجل فيديو كليب يعني مغبش يعني مش واضح لا اكيد هاي الانترنت عندي لا حسب الانترنت عندي خلص بالك واضح وعندك مغبش على فكرة كمان يعني عند الكل اللي عندهم بلاي ستيشن ممكن البلاي ستيشن تصويرها خرا على فكرة بس بلاي ستيشن 5 بتصير غير شي قبل ما تفلس بتصير لك تيجي ليه في الشوت جيم يا زلمة؟ لا لا Я не вредь, да, я тебе делаю на толком. Что ты сам? Я вот كأنك مريض يا عاهد لا شو بعت على الواتساب انك مريض على اني مريض بعت واحد ايش بعت هذا الايموت الايمج الحامي محرمي هاي انه يعني مريض لا بس صحت امه المهم بس صحت امه بعد العشر وانا ومحمد بكل عهد مكورن ودنيا حكيش محمد حكيش بمر ايه هي لاما يا
يلا يا شباب وين بعدكو؟ ايه هاي كمان لاما وهي رفت لاما صار معي يو واتس اب برو صار معي 199 شو اسمه خشبي 199 عارف كيف 199 انا سامع كسر عندنا انا قلت لك ممكن يكون كورن مش قلت لك عندي تيم عندي تيم في بيج هون يلا انت ارجع شوي لورا عاهد وين التيم وين التيم فاك معي الشركه عندي صار عندك ولا تقدر ترجع ولا عندي تيم كامل يا زلمه ولا محمد حبيب روح له ابني يلا يا تامر عنده بريف روح انت عنده بريف يا زلمه ايش لك يا هيري مين بيقصر هان؟ مش عارف ولا قاعد لحاله ولا مش عارف اثنين قصر ثلاثة اثنين بنزل راح شلده تقريبا بنزل تحت بطلع فوق بنزل تحت واحد 54 لوتوه اعطوني شوية لوت إذا ما زرقت الكل ليش؟ ما عشان هو اللي هجم علي مش عارف كيلو واحد والله هو اللي هجم علي وكنت حبر له إياها حبر له إياها والله دي يجي تيم تاني زي هذيك اللعبة تعالوا في وانا بيك شلد وهي تعال تعال معاي يلا قرب وين انت بتلاقي عاهد؟ او بس تشوف واحد وان شوت هيك هيلو واحد بتلاقي عاهد يلا طلع ولا كل انا ودمجهم كلهم اركبوا شوط عليك كن روح عزان اركبوا في حدا جاي في سياره عم تام اركب روح عزان يلا بس شويه موارد يا زلمه الشمان طب زون ليش طيب ليش اركبوا استنى شوي يا زلمه تاخرنا اكثر قاعد يلا روح هاي يمكن في حدا هون دكتور خلص تجي تطير لا مش بقولك طول خلاص هو تجي تطير خلينا نجرب نغلب اللعبة عشان اللي معانا ما يفكرش انه لما يفوت معانا يجيب لنا الغلوب استنى تامر ليش تعلق مع حدا غير يلا تعالوا على المصنع ليه نزلت مش عارف انا كنت اخذكم على المصنع امان اجي حبة يا علام مين علام واحد صاحبي ما تعرفوش والله مش صاحبي يعني عبد القادر ناصف شادر مين بده هدول في كمان بيك شيلد حدا يحمل بيك شيلدات في ناس انا معي سبلاشز ومعي 3 ميني لا فيش ناس في 2 معي 4 سبلاشز و 3 ميني خد سبلاشز معي بعدين معلق بعدين عاهدك تمسك البيك شيلد
بمسكه مع اثنين باخد التالت. خد السبلاشز اذا بدك تعمل. هات هات يلا. هاي كان في حدا هون؟ في حدا في حدا عند الدهش عارف. هون 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 يمكن يعني، بس انا لمحت حدا يعني صراحة. هاي هاي بالزون بالزون. هاي هو 23 ماشي طعم 33 ولا واحد يدزي من بعيد من بعيد. خلينا بعيد ما هن انطحنوا يا حرام. ثمانية وعشرين ابيض ابيض زسكن عاهد ابيض نوك راحة كلها. تاخد اللوك دون شوي هاي ده تبيك شلد من وانا اشوف. يلا قول ده اخد من عاهد تبيك شلد خد موارد واحد هذا وواحد هذا خدهم تنتين. يلا جو جو تامر معك موارد؟ معي بدك؟ لا بس لك اذا بدك اعطيه. لا لا معي طيب فريان نلعب نلعب جامد مش تستهونه. الفريق قتلناهن واحد منهم مأخرهن أكلوها بلعوها. واحد اكل فول دمج. ايوه ايوه هيك الحركه بركه. ايوه هذا أيوه. من هون على اليمين على اليمين من على اليمين من هون من على اليمين يا شباب. مين بيقدر يحمل بيك شيلد؟ انا بسرعه بسرعه زلتي نزلوا دائما رايمون في البوكس. بعد فنشت يلا محمد يلا 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 صاروا خمسة ضلوا اثنين استهونش فيهم. ضد بعض اثنين ما ضدهم خلاص خلاص ضرب يا زلمه بقول وين هم يا هون هون واحد نوت عندي واحد فوق تامر اخر واحد اوه نايس ضرب رائع كان بيخزي ولكن
احنا جديد ليش ما نوقع ولكن ترجع